أهلا بكم أصدقائي، نحن ناصر من academy.com. في هذا الدرس سنتكلم عن موضوع مهم جدا اسمه Failable Initializer. طبعا إيش يعني Failable؟ Failable يعني إشي قابل لإنه يتعطل، أوكي؟ فالInitializer بالعادة إحنا بنعمل Initialize the Object، لكن ممكن عملية الانشالايزر تفشل أو عملية الانشالايزيشن أو الإنشاء للأوبجيكتيف تفشل. في حالات مثلا إذا كانت عندك مثلا الصورة هاي مثلا تستوردها عن طريق سيرفر، مثلا إنه السيرفر هذا ممكن يكون السيرفر وقع أو السيرفر فيه مشكلة، أو ممكن فيش عندك إنترنت فمثلا ما بتقدر توصل للسيرفر. ففي هذه الحالة مش راح نقدر نعمل انشالايز للأوبجيكت اللي بدنا نعمله. خلينا ناخذ مثال، مثلا إنه اليوزر نيم الموجود عندنا أو اليوزر اللي إحنا بنتعامل معه سبيشال يوزر بنعطيه صورة، اوكي؟ فبدي اجي اضيف هنا يوزر ايمج من نوع سترينج، لكن سترينج هو عباره عن نلبل. ففي حاله انه السترينج هذا نلبل راح افشل عمليه الانشاء للاوبجكت، يعني عمل الانشاليزيشن تو بي فيلد اللي هو بسميها فيلبل انشاليزر. طبعا هاي الباراميتر بروبرتي اللي احنا بنشتغل عليها اسمها يوزر ايمج، فانا بدي اجي هون افحص ان اليوزر ايمج هاي مثلا اذا كميتها نال افشل عمليه الانشاء، اذا مش كميتها نال اكمل في عمليه الانشاء. فهي البروبرتي اللي مشت عليها يوزر ايمج، فباجي بضيفها على الديزجنيتد انيشلايزر هنا نوعها string من نوع نالبل string. ليش من نوع نالبل؟ لانه ممكن ما يكون لليوزر ايمج، اوكي؟ يعني ممكن الايمج تكون نال، فذاتس واي بضيفها از نالبل هنا. لا، شغله اخرى بالنسبه للانيشلايزر عشان اعمله فيلبل بضيف له اشاره السؤال هنا عشان اعملها اوبشنال initializer او بنسميها failable initializer عن طريق اضافة اشارة السؤال على اخر كلمة init. هذا بعدها ممكن اجي استخدم الاف let اللي استخدمناها من قبل مع الانيشلايزر. مثلا هون اف let new image الايمج الخاص باليوزر مثلا تساوي يوزر ايمج، معناته انه في عندي ايمج، فاروح اعمل اللي هو self dot user image is equal to u image بهذا الشكل. else طبعا بتكون ما في عندي صورة، ف بدي ارجع return nil، اوكي؟ بهذا الشكل. هلا هنا زي ما انتم شايفين احنا بنحاول نعمل initialization object، فبدك تضيف الصورة هون على initializer designated initializer، فبنضيف user image بنعطيه مثلا image يساوي مثلا 1.png بهذا الشكل. هي هي الصورة اللي موجودة هنا. طبعا هون بما ان احنا بنتعامل مع فيلبل انيشلايزر فلازم نضيف الاس، لازم عن طريق انها اوبشنال، فبنضيف لها الكويستشن مارك زي ما انتم شايفين هون. بنفس الوقت عندنا الكونفينينس انيشلايزر بنادي ديزجنيتد انيشلايزر، لكن بما انه ديزجنيتد هو عبارة عن فيلبل لازم يكون الكونفينينس فيلبل، ف that's why انا بضيف ال أول شيء بضيف الباراميتر الزيادة اللي عندي هون اللي هو اليوزر ايمج، ونضيفها ونحط صورة افتراضية مثلا fold.png على سبيل. فهي بتكون صورة افتراضية زي ما حكينا، بما ان ال failable initializer لازم نضيف failable initializer على convenience initializer بهذا الشكل. هنا S2 طبعا صارت فيلبل، فبضيف لها إشارة الـ question mark زي ما احنا شايفين هون. فهيك صار عندنا فيلبل initializer، سواء كان فيلبل convenience initializer أو سواء فيلبل designated initializer. طبعا زي ما شايفين هون بنادي مثلا S.say hello عادي، بنادي S.special code ما في مشكلة، لكن إذا جيت مثلا إذا كانت قيمة الـ image null ما كان في عندك صورة لليوزر نل، اوكي؟ بهذا الشكل. فاحنا راح نعطيه، مش راح طبعا نعمل لا سي هلو ولا نعمل نطبع سبيشال كود، لانه اتس نل، ما فيش لها ريفرنس، ما عملناش لها انيشاليزيشن. وهذا شيء مهم. نفس الشيء بالنسبه لاس 2، احنا هون نعطي ديفولت ايمج، فانت ممكن تستخدم الديفولت، تعطي ديفولت ايمج في حاله انه فيش مثلا صوره عندك، او في حالات ممكن انه طبعا تستخدم اللي هي رول باك او تعمل لوج زي ما راح نشوف ليتر اون في
الدورة إن شاء الله. فيعني هاي هي مقدمة سريعة أصدقائي، حبيت ألفت نظر لكم بما يختص بالفيلبل إنشاليزر، كيف نتعامل فيها، كيف نعملها، كيف نديها، كيف نتعامل مثلا بين الكونفينينس للديزيجنيتد، كيف نعمل فيل أوفر أو نعمل اللي هو آلية الفيلبل للإنشاليزر في حد مثلا الصورة كانت نالت زي ما احنا شفناه هون، وانعكاسات ذلك على الانستانس الخاص بالكلاس. فهي هي أصدقائي بالنسبة للفيلبل initializer. في الدروس القادمة راح نكمل بما يختص ب required initializer وكيفية تعريفه والتعامل معه وتأثير ذلك على الانهيرتنس. مرة أخرى شكرا لكم أصدقائي للمتابعة، دائما أود معكم محمد ناصر من encarmy.com.